السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم فيديو جديد، وهنعمل برضو يعني يمكن أول حلقة أعملها لكم النهاردة زيادة البط. الناس اللي عايزة تزود البط على العيد، طبعا العيد الكبير داخل، كل سنة وأنتم طيبين. فإحنا إن شاء الله هنعمل وصفات كويسة جدا، هزود معاكي البط، هتخليه يشيل معاكي وزن كويس جدا، ده خلاف الخلطات اللي إحنا هنعملها يا جماعة على الأكل. دي كده وصفة على الميه، ده ان شاء الله كده هنحط معلقتين اتنين على الميه، دي هتوفر معاكي يعني هتوفر معاكي عرق كتير بمعنى اصح. طبعا احنا الايام دي بندي للبط معانا اكل باتي، لان خلاص ما شاء الله بدا ان هو يقفل معايا. معنى كده ان انا يمكن من زمان انا بقول لكم بنحط يا جماعه علف باتي او اكل باتي بمعنى اصح، بواقي عيش، رز، مكرونات، اي حاجه من الحاجات ديت انا بحطها للبط، لان زي ما انتوا عارفين البط ده بياكل اي حاجه قدامه. عايزه توفري قطعي عيش برده كده كل يوم، وجبه اخر النهار كده نقطع شويه عيش وهنديها لهم، هيخلي البط ما شاء الله معاكي زي الفل، وهيتقل معاكي وتخليه ما شاء الله يشيل معاكي وزن كويس جدا. معلش بس يا جماعه لو كان الصوت بتاع البط عالي شويه، بس انا حطيت له الاكل علشان يكن شويه، فهو برده يعني ايه، هو البط ده طبيعته ان هو بيبقى يعني بيعمل صوته كده. فان شاء الله يا جماعه ان شاء الله برده باذن الله في الفيديو الجاي هنعمل لكم خلطه كويسه جدا. الناس اللي عايزه تسمن البط بتاعها، عايزه تخليه يشيل وزن على العيد الكبير ان شاء الله، هنخليه يشيل معاكي وزن. النهارده بقى انا هعمل لكم حاجه هتقل البط معاكي وتخليه يشيل وزن، وكمان هتفتح شهيته، هتخلي البط لو ما بياكلش معاكي هياكل زي الغول، يعني هتبص تلاقيه كده مش هيبطل. يعني انت شايفين البط معايا ما شاء الله عامل ازاي، هيبقى كده يعني ايه المكون اللي احنا هنحطه ده، ده هيخلي مسار البط توسع معاكي. ده يا جماعه البط اللي شايفينها كده، شوف انا قافله بقها ازاي علشان الشوك بتاعي، لا ما شاء الله شوف الريش بتاعه بدأ يقفل خالص، يعني هو كده يعتبر خلاص تم تقفيل الريش بتاعه. علشان كده انا ما عدتش بهتم بالعلف، ما عدتش بهتم ان انا احط علف زي الاول، خلاص هو بالشكل ده كده طالما قفل الريش خلاص همنع بقى عنه العلف وهديله بديل العلف. طبعا يا جماعه البديل اللي احنا هنعمله ده هيخلي البط معاكي يسمن ويشيل اوزان كويسه جدا. ده كده خلاص انا بس حبيت ان اوريها لكم، وما شاء الله شايله وزن كويس برغم من ان هي لسه سنها صغير، بس حلوه قوي. يعني احنا لو ذبحنا منها شامورت هيبقى حلو زي الفل، واحلى حاجه طبعا البط هو بيتذبح شامورت. انا ما بفضلش يا جماعه البط لما يفضل ويقدم وبعدين كده اذبحه، لا احلى حاجه واحلى ذبيح البط وهو لسه شامورت. هسيبها بس كده بقى علشان تاكل، بصوا بقى كده ده بقى تاكل. يعني انا دلوقتي يمكن حتى كنت جايبه لهم بواقي رز بتاع البيت، وكنت جايبه لهم قشر بطيخ كده علشان ارميه لهم، بس بعد ما اخلص بقى تصوير معاكم هرمي لهم الحاجات دي كلها. فدلوقتي هنشوف ان احنا المكون اللي احنا هنحطه في الميه ده يا جماعه هياكل منه برده، اللي هيشرب منه الرومي اللي انتم شايفينه دوت، وهيشرب منه الرومي الصغير، يعني الرومي الكبير والرومي الصغير. يعني حتى انتوا لو انتوا جيتوا لاحظتوا معايا، بصوا بقى يعني يمكن الفيديو ده انا بصور لكم فيه ده يختلف عن الفيديو اللي فات اللي كنت مصور لكم الرومي وهو لسه نازل على الارض. الحاجه برده يا جماعه لما انتوا تحطها على الارض وبتجري وبتفرد معاكي وبتكبر معاكي، يعني ما شاء الله انا كنت حطاهم في البوكس وما كانوا بصراحه يعني منهم كان الرومي بيبقى عالي وكده، بيبقى يعني ما شاء الله الحجم بتاعه بيبقى عالي، مهما كان برده البوكس بيبقى تحس ان هو ضيق عليه. هو تربيه البوكس لمده معينه وبعد كده ارمي على الارض بقى. يعني ان شاء الله انا البط اللي انتم شايفينه دوت انا هوديه هناك غادي في المزرعه هناك، وهوضب الاوضه دي كلها وهنضفها، وباذن الله هجيب فيها تربيه بط مسكوف. اللي معايا في الراي يا جماعه يحطوا لايك، واللي مش معايا برده ايه يحطوا لايك ماشي. ان شاء الله هودي ده كلته هناك لانه خلاص بقى كبر، بسم الله ما شاء الله كبر. هنحاول ان احنا نطهر الاوضه كده وهننظفها، وهجيب برده لان الاوضه مش هيبقى فيها لا فراخ ولا رومي ولا اي حاجه. الرومي ده برده انا باذن الله هوديه هناك، وان شاء الله هعمل لكم فيديو هناك برده هتشوفوا فيه كل حاجه معايا. انما الاوضه دي بقى ان شاء الله كده هنغسل اللي بكاس، هنغسلها الاول كده بالكلور وننضفها ونطهرها، والاوضه دي برده باذن الله هنطهرها بالكلور عشان لو في اي ميكروب ولا في اي حاجه الكلور بيموته. بعد كده ان شاء الله هجيب دفعه بط مسكوفي، لان ان شاء الله يعني ايه اللي انا حابه اربيه هو البط المسكوفي. لا تقولوا لي بقى لا بط بلدي ولا تقولوا لي بط بغال ولا بط شرشري ولا الكلام ده كلاته، هو احسن بط يا جماعه واطعم بط في الاكل يعني في اللحم بتاعه هو البط المسكوفي، وده فعلا وعن تجربه. ما شاء الله برده بتذبح منه على 3 شهور وبيديك اوزان ما شاء الله كويسه جدا، يعني هو في تلك الحالتين بيبقى حلو قوي، يعني من جهه ان انت اللحم بتاعه بيبقى طعمه كويس كويس جدا، ومن جاي ان هو برده بيكبر معاك بسرعه. حطش لايك وحط لايك، وتعالوا يلا نشوف الوصفه ان شاء الله اللي احنا هنعملها للبط في قلب الميه عباره عن ايه.
المعلقتين دول هيخلي لك البط ما شاء الله هيفرق معاك في طعم اللحم بتاعه، وهيفرق معاك كمان في الوزن، وهتشوفوهم دلوقتي معايا. بص بقى هنحط الميه الاول، نشطف لهم الوعيه كده. كده حوالي 4 لتر اهوت ميه. وعلى فكره يا جماعه في الحر بالذات، بصوا بقى يعني انت لو لاحظتوا كده تشوفوا البط معايا واقف فاتح بقه. خدوا بالكم من الموضوع ده، يعني بالذات في الايام الحر الفظيع اللي احنا فيه ده، ما ننساش عنه في الميه، يعني ما نخليش الميه تنشف قدامه، ولا نسيب الميه كمان تسخن قدامه. دايما باستمرار اطلع جديد الميه كده، حط لهم ميه يعني رطبه كده من الحنفيه تطر عليهم، وفي نفس الوقت كمان دايما على طول الميه تفضل قدامهم، ما حدش يستنى كده عمال الميه تخلص وبعدين احط ميه، لا. تعالوا بقى كده ايه، هنحط المكونات بتاعتنا. بصوا بقى يا جماعه ايه اللي هيفرق في طعم اللحم بتاع البط، وهيفتح شهيه البط كمان معاكي، ويخليه ما شاء الله يشيل معاكي وزن كويس. بصوا بقى دي المعلقه بتاعتي اللي هي ايه، دي معلقه السكر، دي اول معلقه. طبعا لسه في معلقه تانية او مكون تاني هنحطه، دول كده معلقتين كبار اهو من السكر. ده كده حلو قوي، ماشي. تعالوا بقى كده نشوف البط المكون الثاني اللي هيخلي البط ما شاء الله يشيل معاك وزن وياكل معاكي زي الغول، زي ما قلت لكم. مش عايزه بقى اقول لك ياكل زي الحلوف، لا، هيخلي ما شاء الله يشيل معاك وزن كويس قوي. تعالوا بقى كده بصوا ده يا جماعه ايه بقى، ده الخميره. شوفي ده بقى بتخلي الطير معاكي مسارنه توسع وياكل ويتقل معاكش. بصوا ده خلاف ان هو بقى، مش عايزه اقول لكم ايه ده، بيقتل البكتيريا الضاره وبينشط البكتيريا النافعه. بصوا اهو دي كمان معلقه اهيت، اهي معلقتين اتنين كبار اهو خميره، وهندوبهم بقى كده هو والسكر. بصوا بقى يا جماعه انا حطيت المكونين الاتنين دلوقتي في الميه، وهسيب البط بقى يشرب لما يقول بس. الناس اللي هتقول لي طب هو في العمر ده ينفع احطه على العلف، هقول لكم لا، افضل حاجه علشان تجيب معاكي نتيجه كويسه ونتيجه سريعه اعمله في الميه زي ما انا عملته كده. دي بقى اقوى فاتح واسرع فاتح شهيه، وتخلي البط يتقل معاكي، هما المكونين دول. وكمان خدوا بالكم معلقه السكر دوت، ده بتفرق معاكي جامد جدا جدا في طعم اللحم ذات نفسه، ماشي. بصوا بقى ما شاء الله البط بدا ان هو يشرب معايا اهوت. ده يا جماعه كده اي طير عندك حاولي ان انت تعملي المكونين دول، ده هيفرق معاك كتير قوي قوي في الوزن وفي الحجم وفي الطعم وفي كل حاجه. ده طبعا يا جماعه المكون ده مش هنحطه كل يوم، لا، هو مرتين اتنين في الاسبوع ما شاء الله هيفرق معاكي في كل حاجه، زي ما قلت لكم في الوزن وفي الطعم، وان شاء الله هيشيل معاك وزن كبير جدا على العيد باذن الله. تمام، ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله استنونا في الفيديو الجاي باذن الله. ومحدش لك يا جماعه حط لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.